السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بالنسبة للفيديو اليوم راني حابة نوري لكم بعض الأشياء شريتهم للحلويات، شريتهم هذا الأسبوع، نوريهم لكم ونوري لكم كذلك بعض الأدوات اللي نحتاجوهم في الحلويات وفي الطبخ. كانوا عدة أخوات طلبوا مني هذا الطلب، اليوم نلبي لهم الطلب تاعهم ونوري لهم الأشياء اللي يحتاجوها في الحلويات. نوري لهم اليوم شوية وكل نهار نعاود نوريهم شوية. نبداو اليوم بالمشتريات اللي شريتهم هذا الأسبوع. بالنسبة لهذا تاع البانكيك، هادو تنجمو تعملي بها حتى لي كاب كيك، تنجمو تعملي بها حتى خاصة للمبتدئات، حتى ولادكم الصغار تنجمو تبدلهم يخدمو بها. هاي نوريها لكم. وبالنسبة لي بخي دوك نعملهم لكم الفوق، نكتبهم لكم في الشاشة، نعمل لكم في هكذا لي فوي زوج، هي سهلة الاستعمال. تخلطو بايزومبل هنا كاع المواد البيض مع كلشي تخلطو، هادي فيها اليد. والشيء اللي فيها مليح كي تفرغوا في لي كيسات، راه عندكم كيسات ولا مول وتفرغوا. قلت لكم الشيء اللي مليح في هذا الاله او الاداه، شو كي تخويو هكذا ساهله، شو غير تفتحوا تخويو هكذا في الكيسات، هكذا تخويو وتعاود كي تعمروا الكيسات تغلقوا، ما يكون عندكم ني ما توسخوني لا المول لي والو. هذيك شو هنا تلاحظوا فيه مام العبر، تعبروا مام به، فيه بالاكواب وفيه باللتر. نتوما نحط لكم الثمن تاعها، نحطه لكم في الشاشه. قلت هذه اللي شريت هذا الاسبوع. كذلك شريت هذه تاع عيطوا له هو تاع بيمو، ما هي تنجمو تخدموا به كاع لي بسكويت تاع الاطفال. لاحظوا هذه تقطعوا بها بسكوي، وهذه تعملوا بها تطبعوا بها. شوفوا لي ديسان اللي فيها، هادو سيليكون راهم ماجين، فيها عده ديسان، شوفوهم لاحظوهم. الثمن تاعها ثاني ماشي غالي، شوفوا لي ديسان اللي فيها شابين. بسكوي الاطفال تعملوا لهم الكوتي ولا. وثالث حاجه شريتها، شريت هذا تاع لي دونات سبيسيال. كنت خدمت معكم لي دونات وعملنا بالكبير والصغير، هذا براتيك، هذا سهل باش تخدموا به. ها هو تاع لي دونات ويجيكم سهل الاستعمال، كذلك الثمن تاعو ماشي غالي بزاف. وشريت هادو ثاني تاع الازهار، قلتو شتونا كيف لاباتيسري كيش نخدموا الازهار. كاين المسمار، يعيطوا له المسمار في لاباتيسري، هذا هو الشكل تاعو. وهذا المقص اللي باش نرفدوا الازهار، هذا باش اللي باش يحبوا يخدموا لاباتيسري يخدموا الازهار. وهنا عده احجام باش تحطوا، لا تحبوا تعملوا ورده كبيره ولا صغيره ولا. هو هذا الشكل تاعو، كذلك الثمن تاعو ماشي غالي. وشريت هذا تاع الشوكولا باش تعملوا لي زيكزاك تاع الشوكولا. كان عندي ديجا واحد كبير، هكذا كان عندي بحجم كبير وفيه عده رؤوس للتزيين. عاود شريت هذا يعمل لنا الشوكولا وماشي صغير، تنجمو ترفدوه بسهوله. شريت كذلك هاد لي مول تاع السيليكون تاع نعملوا بهم لي دوم ولا نعملوا بهم لي بافاغوا ولا شو النوعيه تاعهم جيده. نوعيه شو راهم كاين فيهم دي موديل شابين بزاف، ميم لا كاليتي تاعهم مليحه. شريت زوج وشريت هادو لي مول، كرام عاملينهم اون بروموسيون. هادو ننصحكم بصح ما تعملوهمش وما تطيبوش فيهم. شوفوا لي كاليتي اللي فيهم، هادو قاعد نعمل لكم بهم حلويات. شريت كذلك هذا تاع الورقه، هادو تاع الشوكولا. هادو عندي منهم بزاف، عجبني هذا الشكل. شريت هذا الفوي اون سيليكون، هذا كي تكون عندكم كاسرونه ولا تخلطوا كريم ولا باش ما تنحرد لكمش الكاسرونه. كذلك هادو سبيسيال تاع الشوكولا، هادو باش كي تكونوا تعملوا الشوكولا ترفدوا بهم ولا ما ترفدوش بالفرشيطة ترفدوا بهم. كذلك هاد لي هاد لي بوش جوطابل، هادو الحجم الكبير راه متوفرين حجم كبير، وكاين هاد الحجم الصغير، نوعيه جيده. هادو توجور نعمل ما نصغناش عليهم، توجور نعمل يكونوا عندي في الدار. شريت هاد المول العجيب، المول العجيب راه فيه ثلاث احجام، انا شريت كاع الكبير، كاين شويه متوسط وكاين صغير بزاف. هذا دوك نعمل لكم به وصفه كذلك.
وشريت هذه الكوب بانان. هذه تقطع البانان تشمو تقطعوا بها حتى البيض، عمليه مليحه بزاف. البانان نحتاجو خطرات في ليطا نعملو، خصنا تكون بنفس السمك. شوف مليحه تنجمو تقصو بها حتى البيض باش تسوقو السلطات. هذه هي بالنسبه لمشتريات هذا الاسبوع اللي شريت. نزيد نوري لكم الصوالح اللي طلبت مني الاخوات اللي طلبوا مني، باش الصوالح اللي يكون عندهم متوفرين في الدار نوري لهم البعض. بالنسبه لهادو شريتهم ماني عاد كاع ما خدمتش بهم. كاين هذا ليمون، هادو هنا شوف خضر. هادو دائما مع حلويات الاطفال تعملوا بهم، حلويات الاطفال تعملوا بهم لاباطا سوك، تعملوا بهم ميم في لي تورت تزوقوا بهم العجين. وهادو فيهم خضر، خضر وفواكه. هادو هما ليمون، شوفوا تلاحظوا. كاين كذلك هذا الليمون على شكل زهرة. كاين هذا المول على شكل كوتيار هذا، وكنت عملت فيها صالي. كاين هذا الوراق الرولو، هذا سبيسيال بات فيلو. كاين هذا الليمون، يجيو هكذا زوج، واحد كبير واحد صغير، خاصه اللي بسكوي اللي يجيو طالعين بزاف يجي مليح. كاين هاد الحبات تاع الحلوى هكذا، يجيو على شكل جوهره هذا تانيك تزوقوا به، حجم كبير. شريت هكذا اون بلون اون بيج. كاين هذا تاع اللي تقصوا به الحبه تاع لاطارت، تقصوا به لاطارت وترفدوها هكذا، تقصوا به وترفدوا كما تلاحظوا هكذا. كاين هاد ليمول موزايك، كاين هاد ليمول عفوا ماشي موزايك، ارابيس كيعيطو لهم تاع الصابلي، شوك شابين راهم باشكال وانواع عديده. كاين هادو، كاين هادو تاع لي صابلي دائما فيهم منا ومنا ديسان، تعملوا بهم دائما داك الكاطو تاع اللي يحبوه الدراري، يجي فريصانه في الشوكولا، يجي شباب، يجي على شكل حبه تاع الكوفريت. كاين هادو ليمون فيهم لي ولي شيفر، لي لاتر اون فرونسي ولي شيفر. كاين هاد المول جديد شريتو، سمكه على شكل سمكه، هادو تعملوا فيه لي صالي، تعملوا فيه لي سالاد سورتو الا كان عندكم ضياف وتسوقوها. وشريت له البلاطو اللي نحطو فيه هكذا كي تكون عندي السلطه ولا نحطها في البلاطو هكذا. وكاين هذه ثاني تاع لاباطا، لاباطا سكر. هذه دوك نعمل لكم بها اون طارت، تجي شابه في التزيين، هي شويه واعره في الخدمه مي تجي شابه، تعطينا شكل رائع. شوف شتي. دائما بالنسبه للاخوات اللي يحبوا يشوفوا سمن الحاجه اللي تكون ضروريه باش يكونوا يخدموا الحلويات، طبعا الميزان انا عندي ضروري، من الضروريات انا عندي الميزان، انا من بالاكواب نحب نرفد بالميزان. كاين عندي الورق، عندي هاد الاشكال، عندي هذا تاع لاباطا سوكر هذا البيض، عندي هذا تاع شويه مويان تاع اللوح، عندي هذا تاع اللي يعمل، وهذا كاع صغير بزاف شو تاع اللوح دائما. وعندي بزاف، عندي ميم الكبار تاع لاباط فايتي، عندي هذا تاع لي ديسان، عندي هذا اونينوكس، والقطيعات عندي هادو الدوائر دائريه فيها هكذا بلينيميرو، وعندي هكذا الكاري تاني حتى هي بلينيميرو. هذه صحه سبيسيال تاع تعملوا بها تشارك ولا القميرات ولا كرواسون ولا كذلك. من الضروريات عندي لي بانسو، لي بانسو راهم بالاحجام. كاين هادو اون سيليكون، دي فوا حاجه تكون سخونه من الافضل ما تستعملوش هادو تاع هكذا ريش ولا مانيش عارفه كيفاش تسميوه، هذا تعملوا تستخدموا تاع سيليكون. كذلك لي ماغيز هنا ضروريين، لي ماغيز انا لي ماغيز نحب نخدم بهم، هذا يجي اون سيليكون ميم يغاكليو غايه كي تكون باقيه حاجه في البول ولا ينحيوها لك، ومين تكونوا حابين تخلطوا ان بيسكوي ولا جينواز ولا مليح ملاح لي ماغيز. لي سباتول ثاني عندي وحده كبيره وحده صغيره، عندي تشكيله مانيش عارفه فين راني حطتهم، عندي تشكيله من هادو لي الصغار كودي قلت انا عندي من الضروريات ثاني هاد الترمومتر، عندي من الضروريات الحلويات،
عندك تاني هادو لي بيك ولا كالي عيطة بلي ستيلو ولا هادو، انا شريتهم هادو قديم قدام عندي، دروك راهم طاحو في الثمن بزاف، وماشي كلشي ينشرى في نهار واحد، بشوية بشوية. من الأخت اللي تخدم تعمل مرة في الشهر تخبي شوية وتباش باش تشري هاد الصوالح، والأخت اللي ما تخدمش تخبي هذاك من المصروف تنقص ديك شوية، تعمل لين كاس هكذا ين بواط وتعمل وتخبي، واللي ما عندهاش كاع ماين تعمل لين بروجي تاع الحلوى، تبدا بالحلويات الصغيرة، تشري لي مول وسيليكون راهم رخاص وراهم بروموسيون، وتعمل لين بروجي ان بتي بروجي وتنيط منه الدراهم، ودوك نبدا نحط الحلويات هادو الرخيصة اللي هكذا تحب تعمل بروجي تاع الحلويات، تبدا نقامولها مام رخيص مام كي تبيع يكون عندها ربح. قلت عندي هادي لبيك بات، هادو الميلفاي، وهذا كاين هادو لي طابي تاع الشبيكة، الشبيكة على انا نمد لكم الايد اللي يحب الشبيكة في الدوغي والارجونتي والبرونز، راها كاينة تعمل 100,000 لابواط 1000 دينار، هادو تاع الشبيكة لي طابي تاع الشبيكة، ومام تنجمو تعملو بيهم لاباطا سكر، هادو بصح سبيسيال للشبيكة، شوفيهم لي موديل شابين. كذلك هاد لي كورن كاين، هادو ثاني كنحتاجوهم لي بات ولا نعيطوهم لي كوبات، الكوبات هادو تخدموا بهم هنا في الشبيكه تحتاجوهم، ميم في لي ماكارون ميم. طبعا في لاباطا سوكر حتى دائما كاين هادو راهم ينباعو، ثاني كيجيو فيهم يعطيو اشكال، وفي لادونتيل ثاني كيجيو ملح الشبيكه. كاين هاد لي مول تاع الموسكوتشو، انا عندي بزاف نوريلكم، نوريلكم البعض فقط. كاين هاد لاغري عندي انا كبار، وعندي صالادو تعملو عليهم يقطرو الحلوى كي تكون بالكلاصاج ولا بالشوكولا، سيدي كغي هادو، وكاين اللي يقولهم الكوتوار. بالنسبه لليوم هذا هو كلشي اللي نجم نوريه لكم، عندي بزاف الصوالح، انا ماشي تاع اليوم بديت في الكاف الحلويات، كل نهار نوري لكم شويه، كي يكون عندي الفيديو قصير نوري لكم شويه، خاصه الاخوات اللي طلبوا مني الاشياء اللي نخدموا بهم الحلويات. نتمنى فيديو اليوم ان شاء الله يعجبكم وما يكون ما نكونش ثقيله عليكم فيه، هذا هو بالنسبه. وما تنساوش تعملوا لايك لا فيديو وتبارطاجيوها عبر المواقع الاجتماعيه، وكذلك اللي ما راش مابوني ابوني، ونشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.